تخلينا في أحسن صورة دائما. والحمد لله يكفي أنه أعطينا كل الأمن والأمان. كنقول لي شكرا لي إنسان بدل مني بالزاف عمرني غنسى النصائح ديالو وعمرني غنسى شنو كانت يقول لي دنيا أنت كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله راكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. تزامنا مع خبر إعلان استفادة منى صابر من العفو الملكي اللي نعم عليها صاحب الجلالة ملك البحرين، والخبر اللي نزل كالصاعقة على زوج المغنية واللي بسببه هذا الخبر استفادت طليقته بهذا العفو ودخل إحدى المستشفيات مدينة مراكش، واللي كان أنه كيظن أن طليقته يعني غتدخل للسجن وأنه ما غيدفعش النفقة. والخبر اليوم اللي نزل كذلك الصاعقة على المغنية توصلها بإشعار واللي هو إخواني أخواتي عدم استفادتها من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، واللي جعل هذا الخبر أن العائلة البطماوية تعيش في مأتم، والحالة النفسية بطرة الحال للمغنية فهي منهارة وحالة نفسية صعيبة بزاف هذه الأيام، واللي كان الأمل الوحيد لهذه العصابة الحمزاوية صراحة هو الخروج من هذا القضية المتابعة بها بمسمى حساب حمزة مومبيبي يعني اللي كان تابع فيها بسنة سجنا نافذا. فالأكيد أكيد إخواني أخواتي أن المسؤول الكبير اللي كان موعدها بطي الملف ديالها وكذلك الضمانات اللي كان عاطيها لها المحامي المرحوم بو 20 اللي كانت عنده صلة وصل مع المحكمة وكان أكد لها ما مرة شحال مرة كان كيأكد لها إخواني أخواتي يعني حتى في الخروج ديالو الله يرحمه يعني في العديد من الندوات واللي كان كيقول أن بالحرف أن دنيا باطمة فهي بريئة من جميع التهم وذلك التهم كاملة راهي ملفقة وأنها هي بعيدة كل البعد عن هذا لهذا القضية وأن لا علاقة بهذا الحساب حمزة مومبيبي لا من قريب ولا من بعيد. فاليوم كنشوفوا أن هذا العصابة الحمزاوية كيحاولوا يتحداوا العدالة وكذلك المحكمة لمواجهة الحكم الصادر في حقها. فبعد العديد من الخطط الفاشلة ها هو اليوم إخواني أخواتي كنشوفوا الزوج ديالها اللي كيعيش حالة نفسية صعيبة وبسبب هذه المغنية وطليقته خصوصا بعد تلقي خبر حصولها على العفو الملكي من طرف ملك البحرين فهو دخل المستشفى من أجل تلقي العلاج والآن كيدفع الثمن وخايف من الرجوع إلى الوطن ديالو اللي هو البحرين لسبب أنه حبيس الوطن ديالو وكيتسناه أن ديك النفقة ديال ولادو. ان دول الخليج راه معروف عليهم اخواني اخواتي راه ما كيتسامحوش بحال هاد القضايا ديال النفقه ما كيتسامحوش ما كيتعاتقوش لان القضيه ديال المراه الطلاق خصوصا الطلاق فلازم انهم يعطوها يعني كل الحقوق ديالها اللي هي النفقه يعني السيده خاصها تعيش ولادها السيده ما عندهاش شي مسؤول انه باش يكبر ولاده ويخليهم يضيع. فهنا كنأكد لكم ان دول الخليج فهم ما كيرحموش في هذه القضيه. وهنا فين كنشوفوا ان هذا الزوج المغنيه فهو خايف وبقى هنا يعني ساكن في المغرب ما قدرش انه يخرج لانه الا دخل احدى الدول الخليج حسب اتفاقيه بيناتهم غيتم الاعتقال ديالو مباشره. اخواني اخواتي في اليوم والجميع المتتبعين الكرام القضيه ديال الاسد المديم والقضيه ديال هذا الحساب حمزه مومبيبي اللي شتت اسر اللي خرب يعني مجموعه ديال الناس العائلات اللي فيهم مات اللي فيهم يعني انتحر وزيد وزيد وما خفي اعظم انهم كيشوفوا ان كل شيء من وضع هذا المغنيه اللي ظنات ان التغيير ديال الوجه ديالها بالبوتوكس والفيلر والتجميل انها اصبحت انسانه اخرى. هذا هو الخطا والتفكير اللي كانت كتفكر فيه هذه المغنية، ولكن الحقيقة المرة راه ظاهرة في الفيديوهات ديالها ديك الفيديوهات ديالها هي نسات ديك الفيديوهات اللي كانت كتنشر واللي كانت كدير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فمرة إلى تذكرتو كانت قالت يعني شلوا فمكم بالسمن يعني واحد الفيديو
يعني منتشرة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت بالحرف شلوا فمكم بالسمن والعسل باش تذكروا الاسم ديالها، باش تذكروا الاسم ديالها قبل ما تهضروا شلوا فمكم بالعسل بالسمن والعسل. وعاد سيدات السهرة دي كانت دايرة في دارهم هي والعائلة ديالها، ودي صراحة كنت أسفو يعني الطريقة ديال هذيك السهرة اللي قاموا بها، انهم هازين السيوفة وكيغنيو يعني بالحساب حمزة هموم بيبي، كيتغناو به بحساب حمزة هموم، والأم ديالها كانت كتهدد أي واحد اللي ما كيحبش الاسم أو اللي ما كيحبش البنت ديالها دنيا راه السيف كيتسناه بهاد العبارة. أي واحد ما ذكر هاد المغنية بشي كلام سوء فالسيف كيتسناه. فكيف هاد الجرأة اللي كيقوموا بها هاد العائلة والتهديد بها المواطنين والمتبعين، يعني أي واحد كيقول غير شي تعبير يعني غير كيحاول يعلق على الكلام ديال هاد المغنية بالخروج ديالها، فكنشوفوا الأم ديالها كتهددهم بالسيف إلا ذكرتوا بنتها بكلام سوء. إخواني أخواتي، حتى واحد اللقاء الخطير والخطير جدا واللي كان السبب الرئيسي في انفجار حساب اللي تفجر هذا الحساب حمزة مون بيبي واللي تفضحات هاد العصابة، لكون واحد اللقاء إلا تذكرتو هو يعني منتشر على نطاق واسع، ديك الحوار أو ديك اللقاء اللي دارتو مع واحد السيمونة اللي هارب الآن أمريكان ومقدرش أنه يدخل المغرب تجنبا للمتابعة القضائية بعد ما تأكد فعلا، وهذا دليل على أنه مادام ما قدرش يدخل ما قدرش يواجه القضاء، ما قدرش أنهم يعطيو شي مبرر أنه لا علاقة له بهذا الحساب. وهذا اللقاء اللي كانوا كيعيروا فيها كيعيروا فيه للا سعيدة شرف وكينعتوها بالبقرة، عاش أنها تكون بقرة. يكفي هاد اللقاءات وهاد الخروج وزيدوا وزيدوا بزاف المسائل الخطيرة اللي موثقة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، من بينها كتقول وكتأكد أن عندها ضواصة مقيهين على المسؤولين. وهنا فين كنزيدوا نتأكدوا أن هاد المغنية هي فعلا صاحبة هاد الحساب حمزة موبيبي، هاد العصابة هي اللي انتقمات من الأستاذ محمد المديم المناضل الحقوقي الله يطول في عمره الله يخلي ليه الوالدة ديالو، كذلك تحية كبيرة للوالدة ديالو زينب من هذا المنبر. فهذا دليل على أن هاد العصابة كتحاول أنها تنتقم أي واحد كيحاول يجبد هاد المغنية. فالأكيد والطلب ديالنا يعني السلطات الأمنية أنها تقوم بالواجب يعني وتضرب بيد من حديد أي واحد يحاول يدافع على هذه المغنية، فالأكيد أنه يعني كيدافع الفساد كيدافع كيحاول أنه يجعل هذه المغنية أنها فوق القانون وما يطبقش القانون، وبغينا القانون يكون فوق الجميع. هادشي اللي كنتمناو من الله عز وجل، والطالب ديالنا الاول والاخير هو اطلاق سراح استاذ مديمي، بالرغم ان العقوبه اللي دوزها رقت غير 6 شهور ويخرج، ولكن بغينا الاعلان على البراءه ديالو والمطالبه بالحق المدني والتعويض المادي على هاد السنوات اللي عاناها داخل السجن واللي كانت تسبب ليه يعني تسبب ليه يعني بزاف المشاكل الصحيه بعد ما تصاب مرض السكري. السيد راه تفقص داخل السجون داخل السجن الودايه، تفقص لانه تاكد وعرف انه مظلوم بشهادة الناس وبشهادة اعضاء المكتب حقوق الانسان اللي كيشهدوا لي بالكفاءه كيشهدوا لي بالانسان المناصر. والاكيد ان هذه القضيه ديال حمزه مومبي وهذه القضيه ديال المغنيه فهي فعلا وصلت لمجموعه من دول الخليج وحتى العالم كامل، وعرفوا هذه المغنيه انها يعني ممنوعه من السفر بعد ما انها تاكدت وكتاكد بالخروج ديالها انها هي بريئه وانها حصلت على الجواز السفر. وهذا الخبر اللي
توصلت به رسميا اليوم الاستدعاء بخصوص عدم استفادتها من العفو الملكي، فهي صدمة أخرى لهذه العصابة الحمزاوية. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم، فما تبخلوش علينا بالبرتاج واللايكات ديالكم في هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.